السلام عليكم. عرفت ولاية مانروسا مساء اليوم السبت تساقط أمطار رعدية غزيرة، كما سجلت المنطقة درجات حرارة معتدلة. هذا وككل سنة وفي شهر أوت تعرف كل من ولايات برج باجي مختار وعين قزامة، بالإضافة إلى ولاية مانروسا، تساقط أمطار رعدية غزيرة تتسبب أحيانا في فيضانات كبيرة، في حين تعرف باقي ولايات الجنوبية ارتفاع كبير في درجات الحرارة، حيث سجلت بعض الولايات كاتوغرت وأدرار والمنيعة أكثر من 48 درجة مئوية، جعلها تتصدر المراتب الأولى من حيث المناطق الأكثر حرا في العالم. هذا وتعرف باقي الولايات الشرقية والوسطى والغربية ارتفاع محسوس في درجات الحرارة، حيث تسجل أعلى الدرجات بكل من ولايات شلف، عين الدفلة، غليزان، وكذا خميس مليانة.